يمسك شوت 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 يمسك في جول واحد بلا حتى الكرة عيدة موسيماني سيبقى يعاني خروج دفاع الشهر جمايا وكريكوبياك سعد بقير يدخل الان ويستلم شارة القيادة لكن كما نقولوا باللغة المصرية بعد ايه فريق ابهر مستضيف ثلاثية رونالدو يعني من المفترض انه عامل الارتفاع طريقة الترتيب قوة الهجوم بفارق هدف على الفريق النصر ويدخل على 32 و33 جينيس حاضرة عالية من محمد الفتيل سعد بكير عجز كلي على اختراق الخطوط الخلفية لفريق النصر غاضبة من هذه النتيجة موسيماني لو تقدمت له الفرصة قبل أن يواجه الهلال في نصف نهائي كأس السوبر نوع في عدي قاسم ترجع عكسية ويعلنها أحمد الميخاني